أريد أن أقدم توضيحا سريعا للفيديو السابق وبعدها أن نفكر بماهية الاحتكاك عندما تتحرك الكتلة. في الفيديو السابق بدأنا بحركة كتلة من السكون ونحن نعلم المركبة الموازية لقوة الجاذبية الأرضية وكانت تساوي 49 نيوتن للأسفل، وتركت الكتلة في وضع ثبات لذا يجب أن يكون هنالك قوة مقابلة، وبعدها نقول هذه قوة الاحتكاك ويجب أن تكون 49 نيوتن للأسفل، والمحصلة الكلية سوف تكون في ذلك الاتجاه. الآن يمكننا القول بأننا سوف نضيف قوة صغيرة حتى تبدأ هذه الكتلة بالتسارع إلى الأسفل. سوف أزيد من مقدار القوة حتى أحصل على مقدار 1 نيوتن، وبعدها تبدأ الكتلة بالتحرك. إذن عند تلك النقطة عندما أبدأ في التأثير أضيف قوة مقدارها 1 نيوتن لليمين، هنا بالواقع هناك قوة مقدارها 49 نيوتن أو مركبة الجاذبية بذلك الاتجاه. سوف نزود بخمسون نيوتن حتى يبدأ التأثير للتغلب على قوة الاحتكاك. إن الشيء الذي أريد إثباته هو خلال فترة التأثير كانت قوة الاحتكاك غير ثابتة عند 49، عندما كنت لا تؤثر على هذه الكتلة بقوة موازية للقوة تساوي 49 نيوتن، فإن قوة الاحتكاك تساوي 49 نيوتن. عندما أبدأ بالتأثير عليها التأثير بقوة صغيرة، ربما أضيف 1/10 على ذلك، وبعدها قوة الاحتكاك تصبح 49.1 بالعشرة لأنها ما زالت تتأثر بقوة كافية حتى لا تتحرك تلك الكتلة، وبعدها أضفت النصف حيث أن القوة الكلية باتجاه الأسفل سوف تكون 49.5 نيوتن، ولكنها ما زالت لا تتحرك حيث أن قوة الاحتكاك بالكامل تتغلب عليها. إن قوة الاحتكاك يجب أن تكون 49.5 نيوتن. كل وسيلة تصل إلى القوة المشتركة في اتجاه الأسفل لتكون 49.999 نيوتن، وقوة الاحتكاك ما زالت 49.999 نيوتن على طول الطريق حتى ضربت 50 نيوتن في ذلك، والتي تعطينا قوة الاحتكاك أو على الأقل الاحتكاك السكوني، ولكنها الآن بدأت تتسارع للأسفل. بالتالي بهذا السيناريو الثابت قوة الاحتكاك تتغير وأضيف مقدار أقل أو أكثر بهذا الاتجاه للأسفل. دعنا نخرج من هذا السياق، دعني أعيد رسم تلك الكتلة لأن كل هذا سيكون فوضوي. إذن لدينا نفس الكتلة كما قلنا في الفيديو السابق. الآن نفرض أن هذه الحافة، إذن هذه هي الحافة، هذه الكتلة لليمين هنا، ونحن نعلم بأن المركبة الجاذبية هي موازية للسطح لليمين هنا وتساوي 49 نيوتن. 49 نيوتن، ونحن نعلم مركبة الجاذبية العمودية على السطح، لقد قمنا بإيجادها في الفيديوهين السابقين، وهي 49 مضروبة في الجذر التربيعي لـ3 نيوتن. نحن نعلم أن هذه الكتلة لن تتسارع في هذا الاتجاه العمودي، إذن يجب أن تكون هناك قوة تقابل قوة الجاذبية في هذا الاتجاه، وتلك هي القوة العمودية على نهاية الكتلة. إذن سوف تكون في ذلك الاتجاه، هي 49 ضرب الجذر التربيعي لـ3. والآن بدل أن نفرض أن الكتلة ساكنة لنفرض أنها تتحرك بسرعة ثابتة. الآن نحن نتعامل مع سيناريو حيث أن الكتلة في تسارع ثابت. إذن هذا السيناريو هو أن الكتلة في تسارع ثابت constant velocity، ومن أجل ذلك نحن نفرض أن السرعة ثابتة للأسفل. السرعة تساوي V، إنها تساوي لنقل 5 متر لكل ثانية، 5 متر لكل ثانية،
خمسة متر لكل ثانية باتجاه الموازي لسطح الانحدار في هذا الاتجاه لليمين فوق هنا. إذن هذه هي السرعة. إذن ما القوة التي نضيفها؟ وكن حذرا هنا لأنه قد يكون نوع من الخدعة هنا. إذن ربما تكون القوة المحصلة هي سبب الحركة. هذا مهم جدا، هذا هو قانون نيوتن الأول. إذا كان لديك قوة محصلة، إذا كان لديك قوة غير متزنة، سوف تسبب التسارع، ونحن لا نتسارع هنا، لدينا سرعة ثابتة، لا يوجد لدينا تسارع هنا. No acceleration، لا يوجد تسارع. إذا كنت لا تتسارع في ذلك الاتجاه، هذا يعني أن القوة في ذلك الاتجاه يجب أن تكون متزنة. إذا يجب أن تكون هنالك قوة في الاتجاه المعاكس. هذا يحافظ على التسارع للأسفل، ولذا يجب أن تكون بالضبط 49 نيوتن في الاتجاه المعاكس. وكما تتخيل، هذه هي قوة الاحتكاك. إذن هذه القوة لليمين هي قوة الاحتكاك، والفرق بين هذا الفيديو والفيديو السابق هو قوة الاحتكاك السكونية. حتى عند 49 نيوتن الصندوق كان ساكنا، وأنت كنت ترفع في القوة حتى حصلت على 50 نيوتن، بعدها بدأت الكتلة بالتحرك. هنا نحن ننتقل لهذه الصورة ونرى الصندوق أو الكتلة يتحرك للأسفل بميل مقداره 5 متر لكل ثانية. إذن نحن لا نعلم مقدار القوة اللازمة للتغلب على قوة الاحتكاك، ولكننا نعلم أن هناك قوة احتكاك التي تمنع الصندوق من التسارع وتحافظ على السرعة الثابتة. هذا يلغي تأثير القوة الموازية للجاذبية الأرضية الموازية للسطح المائل. إذن بإعطائك هذا لنقوم بحساب معامل احتكاك آخر، ولكن هذا المعامل سوف يكون معامل الاحتكاك الحركي، لأن الصندوق الآن أو الكتلة الآن تتحرك للأسفل. أحيانا معامل الاحتكاك السكوني يمكن أن يكون مختلفا عن معامل الاحتكاك الحركي. إذن معامل الاحتكاك الحركي سوف نكتبه باللون الأصفر، ونرمز له بالرمز ميو كي، وكي أتت من كايناتيك أي الحركي، إنه نوع من الاحتكاك الحركي. إذن هذا هو الرمز، إنه سوف يكون مساوي لمقدار قوة الاحتكاك، مساوي لمقدار قوة الاحتكاك مقسوم على مقدار القوة العمودية، مقسوم على مقدار القوة العمودية. وتستطيع اشتقاقها بالتجربة، سوف تكون بمراقبة حركة الصندوق وتطبيق المعادلات الرياضية. أنت تعلم مقدار مركبة الجاذبية بأنها ستكون للأسفل، وهذه زاوية تساوي 30 درجة، وسوف توضح معامل الاحتكاك الحركي. إن المثير في الموضوع أنه سوف يكون هذا صحيح لأي مادتين هنا، حيث أنت تعلم هذا ربما سيكون نوع من الخشب فوق نوع من الخشب أو أي شيء آخر فوق نفس المادة. إذا كان السطح المائل مختلفا، أو كانت الكتلة مختلفة، أو حتى لو كنت على كوكب آخر، أو أن شخصا يضغط على هذا الصندوق، سوف يغير القوة العمودية. إذا بإعطائك هنا دعنا نجد المحصلة من عمل هذا. معامل الاحتكاك الحركي هنا سوف يساوي قوة الاحتكاك هنا، ستكون موازنة تماما لقوة الاحتكاك الموازية للسطح، وستساوي 49 نيوتن. والقوة العمودية هنا القوة من اتصال هذين الشيئين، ستكون أي الصندوق والحافة، ستساوي 49 ضرب الجذر التربيعي لثلاث.
وهذا سيساوي، سوف نحصل على 1 مقسوم على الجذر التربيعي لـ3، دعنا نقوم بحسابه على الآلة الحاسبة. إذا لدينا 1 مقسوم على الجذر التربيعي لـ3، والذي يعطينا 0.558 تقريبا، 0.58%. والوحدات هنا، لأن الوحدات تلغى مع بعضها، فإنه لا يوجد وحدات. والشيء الممتع هنا هو أن المعامل، معامل الاحتكاك الحركي، أقل إذا فرضت أنها نفس المادة، فإنه أقل من معامل الاحتكاك السكوني. ولبعض المواد ربما سوف تكون مختلفة، لكن المواد الأخرى معامل الاحتكاك الحركي سوف يكون أقل من معامل الاحتكاك السكوني. إن لم ترى الوضع أبدا الذي يشير إلى أن معامل الاحتكاك السكوني أقل من معامل الاحتكاك الحركي، لكنك أنت ترى الوضع الذي يكون فيه معامل الاحتكاك الحركي أقل من معامل الاحتكاك السكوني. عندما يتحرك شيء ما لسبب ما، لسبب ما سوف نلخص لماذا ربما يكون معامل الاحتكاك أقل من عندما يكون شيء ما ساكن. إذن بشكل عام يمكننا القول أن معامل الاحتكاك الحركي أقل، معامل الاحتكاك الحركي أقل أو يساوي معامل الاحتكاك السكوني. معامل الاحتكاك الحركي أقل أو يساوي معامل الاحتكاك السكوني. سوف نفكر فيه أكثر عمقا في الفيديو التالي. أراكم قريبا.